السلام عليكم. اليوم راح أسوي مكدوس على طريقتي الخاصة، في نفس مكو يعني كل إشي زي المكدوس، بس إنه راح ما أحشي. هلك راح نكمع البتنجان وأسلقه سلك العادي زي ما بسلق المكدوس، وراح أكمعه وأحشي ملح وأحطه بالمصفاي وأربصه نفس طريقة المكدوس. المراحل الأولى نفس مراحل المكدوس راح يبكو، بس عندي الحشوة اللي بتختلف. أنا ما راح أفرم الأشياء ناعمة، راح أخليهم خشنين، أفرمها على السكينة، الفليفلة والجوز والتومة راح أفرمهم فرمة كبيرة، لاني ما راح احشيهم جوا الباذنجان نفسها، راح احطها بين الباذنجان، يعني زي اسوي زي طبقات، طبقه باذنجان وطبقه حشوه. بس بحتاج نص معلقه ملح صغيره للفليفله وللجوز والتومه، املحهم هيك. وبعدين شو بصير؟ صفت الباذنجان في المطربنات واحط الخليط الفليفلة والجوز والتومة بينهم، بس أرش رش لأني بس بدي طعم، ما بديش حشوة جوا البتنجان. anyway البتنجان صغير يعني حجمه إنه ينحشى. راح أعمل كلياتها هيك بنفس الطريقة، أعب المطربنات، كتير طعمه بك طيب. ان شاء الله بتجربوها، الطريقة حلوة كتير. هيك خلصت كل الكمية، سوت لي 6 مطربنات، راح اعبي عليهم زيت واضغطهم هيك. والله خلصت القصة، وان شاء الله بتجربوها وراح تعجبكم. شكرا لكم على المتابعة.